للاطلاع على آلية سير عمل المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية بمدينة بنغازي، أجرى رئيس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني جولة تفقدية للمركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي بمدينة بنغازي رفقة مدير المركز وعدد من مدراء الإدارات والموظفين، وذلك للوقوف على سير عمل المركز وعيادته المتخصصة. وشملت جولة رئيس الوزراء كافة الأقسام العلاجية على رأسها قسم التركيبات الثابتة وقسم زراعة وتقويم الأسنان، مشيدا بالقسم وبالخدمات التي يقدمها للمواطنين. وأعرب رئيس الوزراء خلال جولته عن ارتياحه لسير عمل المركز والتطور الملحوظ الذي شاهده، معتبرا أن الفريق الطبي القائم على إدارة هذا الصرح الطبي نجح في تطويره. وأكد الثني خلال الجولة على دعمه المتواصل للمركز، متعهدا بأن الحكومة ستعمل على توفير كافة المتطلبات التي من شأنها المساعدة على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها المواطن. يذكر أن تخصص طب وجراحة الأسنان من التخصصات الهامة والحيوية والتي تشهد تطورا تقنيا وعلميا عاما بعد عام، ما يجعل من تطوير المراكز العلاجية المتخصصة في علاج الأسنان أحد الأولويات الكبيرة. كما أن جائحة كورونا فرضت على كل القطاعات تطوير عملها والحفاظ على أعلى درجات الوقاية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.